السلام عليكم، أهلا وسهلا طلاب. بهذا المختبر راح ناخذ التجربة السادسة، واللي هي Design Heat Control Systems Using Arduino. راح نصمم نظام تحكم حرارة باستخدام الأردوينو. الهدف من هاي التجربة مثل ما قلنا إنه راح نصمم نظام تحكم حراري. راح نتعلم شلون نستخدم اللي هو Temperature Sensor، حساس الحرارة، مع الأردوينو حتى من خلاله انه نصمم heat control systems. راح نربط هذا حساس الحرارة مع دي سي فان، مروحة اللي من خلالها طبعا اثناء زيادة بدرجة الحرارة راح تبدي الفان تعمل، وعند انخفاض درجة الحرارة راح الفان تتوقف عن العمل. هذا بكل اختصار فكرة التجربة السادسة. راح ناخذ ثيوري، راح ناخذ نبذة عن الكنترول سيستم. طبعا الهيت كنترول اللي هو الهيت كنترولز يسمح لنا بكل بساطة انه نسوي ريجوليت للتمبريتشر، ان نحاول انه ننظم درجات الحرارة بالنسبة للهوم، للديفايسز، ايضا للماء، او anything، اي شيء يحتاج انه نسوي نحافظ على الحرارة بقيمة معينة. يعني أي شيء يحتاج إنه نحافظ على قيمة درجة حرارته عند قيمة معينة. التحكم راح يصير بصورة أوتوماتيكية. طبعاً السيتنج راح يكون، التحكم راح يصير على أساس إنه سيتنج أومبوت. طبعاً السيتنج أومبوت اللي راح أدخله بالنسبة للحرارة، يعني مثلاً إذا كانت الحرارة هل قد قيمتها، يبدي مثلا بالنسبة للفان تبدي تعمل مثل ما قلنا. أما في حالة إذا مثلا وصلت إلى درجة حرارة، قلت درجة الحرارة وصلت إلى درجة معينة، راح تبدي الفان تنطفي. هذا عن طريق setting input by the user، يكون بواسطة المستخدم. هاي مثلا إحنا في دائما بالمنازل إحنا عندنا دائما نلاحظ بالنسبة للسبلت انه ننظمه عند درجة حرارة معينة، اذا وصل هاي الدرجة راح يبدي يفصل السبلت. فاذا هاي عن طريق اليوزر صار السيتنج انبوت. هنا this process moves away from a fixed traditional timer system. طبعا هاي تصير العمليات بالنسبة من خلال timer system، اكيد راح يصير عندنا مؤقت، نظام مؤقت، حتى مثلا يبدي يحسب مثلا عندنا اريد انظم فد وقت معين يشتغل به هذا النظام، وبعد هذا الوقت راح ينطفي. فايضا نحتاج الى تايمر سيستم، وهذا النظام اللي هو هيت كنترول. الثرموستات هو طبعا يستخدم حتى من خلاله انه نسوي كنترول للتمبريتشر فور ذير هوم. طبعاً الثرموستات هو يستخدم حتى يبدي يشيك على درجات الحرارة، واللي من خلاله راح نقدر نسوي كنترول للحرارة ونحافظ عليها. راح ناخذ مثال على الكنترول temperature control. طبعاً المثال واللي هو أسهل مثال اللي هي heat sink and fan، اللي هي نقصد به الفان اللي موجودة بداخل الحاسبات. احنا كنا مثلا في حال اذا فسخنا الحاسبة، فتحنا الكيس مع الحاسبة وشفنا الفان اللي هي الموجودة بداخل الحاسبة، وتكون امامها ايضا اكو قطعة مع الالميون. هاي القطعة هي من خلالها راح تسحب الحرارة الزايدة اللي تصير. طبعا هاي الحرارة نتيجة يعني العمل اللي عمل الكومبوننت بصورة طويلة وتكون بأقصى طاقتها، فراح من تبدي هاي الكومبوننت بداخل الحاسبة تشتغل فترة طويلة وأقصى طاقتها راح تبدي تولد حرارة. فإذا احنا نحتاج إلى heat sink and fan، معناته إنه نحتاج إلى heat sink نقصد به اللي هي القطعة الألمنيون اللي راح تسحب هاي درجة الحرارة، أما الفان راح تبدي هاي الحرارة راح تبدي إنه تسحبها إلى الخارج. طبعا إحنا دائما نشوف إنه الكيس أو حتى اللابتوبات
إنه تكون بعض الشقوق موجودة اللي هي الفتحات، أو مثلا بالكيسات أكو فتحات إني من خلالها راح يبدي الفن يطرد هذا الهواء الحار إلى الخارج. فإذا نحتاج إلى هاي القطعة بالإضافة إلى الفن حتى يعني يكون مساعد إلى الفن. الفن وحدها ما راح تقدر، راح ما راح تسوي لي تطرد الهواء الحار كله، وإنما نحتاج أيضا إلى قطعة هاي الألميون حتى تساعد بسحب الهواء الحار من داخل الكيس وتحافظ على درجة حرارة الكومبوننت. هنا كل الكمبيوترات هنا دا يشرحها، كل الكمبيوترات تحتوي على هيت سينك حتى تحافظ على اللي هو السي بي يو، تحافظ على حرارة السي بي يو وتمنعها من انه يوصل الى درجة حرارة عالية. طبعا احيانا الهيت سينك بوحده يكون هو يعني يكون درجته حارة، يعني أيضا هو يكون درجة حرارته عالية. في حالة إذا السي بي يو اشتغل كل سعته وفترة طويلة مثل ما قلنا هسه، راح تكون درجة حرارة الكومبوننت عالية، فأيضا الهيت سينك راح يوصل إلى أيضا درجة حرارة عالية في حالة إذا السي بي يو اشتغل بكل سعته بكل قوته وفترات طويلة. طبعا راح يصير ترتفع درجة حرارة الهيتسينك. أو أحيانا الهواء، طبعا هواء الغرفة أو المكان اللي قاعدين به راح يوصل إلى أيضا يعني يكون درجة حرارة عالية، فإذا هذا راح يأثر أيضا على الكومبوننت، حرارة الكومبوننت وعلى الهيتسينك أيضا يوصل إلى درجة حرارته عالية. إذا يعني نحاول إنه يكون المكان درجة حرارته منتظمة حتى لا يأثر على الكومبوننت. أحيانا راح نستخدم مع الهيت سينك راح نستخدم الفان، لأن الهيت سينك اللي هي قطعة الألمنيوم، بالإضافة إلى أنه الفان راح نضيفه إلى هاي القطعة، راح تكون combination with the heat sink، تنضم إلى الهيت سينك حتى تحافظ على السي بي يو والهيت سينك. يعني راح بالإضافة إلى أنه راح تحافظ على إلى هو ساحبة الحرارة وتحافظ أيضا على السي بي يو حتى يكون درجة الحرارة مقبولة بداخل الكيس أو داخل اللابتوب ونحافظ على الكومبوننت. طبعا هذا بس مجرد مثال أخذنا بالنسبة للكونترول الهيت كونترول سيستم، اللي هو نظام بسيط يكون داخل الحاسبات، واللي أكثر تشايفته شايفة المراوح اللي تكون المروحة اللي تكون داخل الكيس وشون راح تبدي تشتغل أثناء العمل مات الكيس. طبعا نقدر نختصر اللي هي heat sink and fan إلى HSF. الفان راح تبدي تحرك الهواء الدافي خلال اللي هو الهيت سينك، بعدها راح تبدي تدفع هذا الهواء الى خارج الكمبيوتر. السي بي يو يحتوي على ترموميتر، هذا الترموميتر اللي من خلاله راح يقيس درجة الحرارة اثناء ما يعني يبدي الكيس تبدي عفوا الحاسبة تبدي تشتغل، راح يبدي الترموميتر يبدي يشيك درجة الحرارة، يبدي يقيس درجة الحرارة. الثرموستات قلنا اللي هو يسوي كنترول درجة الحرارة، أما الثرموميتر راح يقيس درجة الحرارة من خلاله، راح يبدي إنه أثناء ما توصل درجة الحرارة إلى درجة معينة راح تبدي اللي هو الفان تبدي تعمل حتى تحافظ على درجة الحرارة البروسيسور and the heat sink. راح ناخذ الكومبوننت مال هاي التجربة. أول شيء اللي هو LM35 temperature sensor اللي هو يكون analog input، هاي لازم نعرفها انه هو analog input. ال LM35 طبعا هو integrated circuit sensor، يستخدم حتى نقيس درجة الحرارة ويقيس درجة الحرارة بالوحدة اللي هي سيليزي.
راح يقيس لنا اياها ويعطيني اياها بالسيريزي. طبعا الاوتبوت فولتج راح يتغير الى السيريزي الى درجة حرارة السيريزي كل 10 ملي فولت. طبعا كل 10 ملي فولت راح يساوي لي 1 سيريزي. نانا راح نعيدها. ال LM35 هو حساس درجة حرارة، واللي هو يكون analog input راح يقيس لي درجة الحرارة بالسيريزي. شلون راح نقيسه؟ كل 10 ملي فولت راح يساوي لي 1 سيريزي. كل 10 ملي فولت راح يساوي لي 1 سيريزي. الأكيرسي دقة مالة القراءة اللي هي تكون سالب موجب 0.5 سيريزي. طبعا راح تكون الرينج مال ال LM35 بين يعني درجة الحرارة الرينج مالت اللي راح يقيسها بين سالب 55 سيريزي إلى 150 سيريزي. هذا راح يكون شكل اللي هو LM35. طبعا يكون شبيه بالترانزستور، ففي حالة حتى تفرقون بينه وبين الترانزستور انه يكون مكتوب عليه LM35، انتبهوا له حتى ما يصير خربطة اثناء الربط. هنا several reasons to use LM35، الاسباب اللي تخلينا نستخدم الحساس ال LM35. طبعا القياس تكون درجة الحرارة ما تكون أكثر دقة من استخدام اللي هو الثرموستور. طبعا ما راح يتأثر بالأكسدة، بالإضافة إلى أنه ال LM35 يكون الأوتبوت باته يكون higher output voltage من اللي هو الثرموكابل. طبعا الثرموكابل هو نوع آخر من مقياس درجة الحرارة، لذلك بما أنه ما تكون درجة المادة الفولتية الأوتبوت فولتج تكون عالية أكثر من الثرموكابل توصل، لذلك أنه الأوتبوت فولتج ما تحتاج أمبليفاير أسويها. فهذا السبب أنه يفضل استخدام الـ LM35 من الثرموستار والثرموكابل، لأنه يعني الدقة مالته تكون عالية ما يتأثر بالأكسدة، بالإضافة إلى أنه تكون الأوتبوت فولتج تكون عالية فما يحتاج أمبليفاير. هاي several reasons to use LM35. بالإضافة إلى أنه هنا عندنا الإكويجن اللي راح نحول بيها الفولتية إلى temperature. قلنا إحنا كل 10 ملي فولت راح يقيس لي 1 درجة سيليزية، فإذا إحنا من راح يدخل لنا راح يدخل لنا فولتية، فإحنا من نقراها نحتاج إنه نقراها إلى سيليزي، فنستخدم هاي المعادلة بداخل الكود حتى نحول من اللي هي نحول الفولتية إلى temperature. اللي هي المعادلة هاي عندنا temperature بالسيليزي يساوي V out مضروب في 100 سيليزي على V. هاي حتى نحول من ال voltage إلى temperature. نانا output مات السنسر بواسطة بعد ما نقرأ بواسطة الأردوينو لازم انه نحوله الى ديجيتال فولتج. ليش نحوله الى ديجيتال فولتج؟ لانه المايكرو كنترولر او الاردوينو راح يتعامل مع الديجيتال فاليو. فاذا هاي لازم تتذكروها انه بعد ما نقرا لازم نحوله الى ديجيتال فولتج. عندنا ال LM35 بالنسبه للبنز مالته، عندنا البنز اللي هي هذا البنز الأول راح يكون اللي هو الفولتية اللي راح نربطها عليها، واللي هي تكون بين 4 إلى 30 فولت، يعني نقدر نربط عليها من 4 إلى 30 فولت. طبعا احنا راح نستعمل الأردوينو واللي هو يكون اما جاهزة ب 3.3 فولت او
5 فولت، طبعا هو يشتغل من 4 فما فوق، فإذا نربط عليه 5 فولت. بالإضافة إلى الـ Vout Output اللي هي تكون 10 ملي فولت، يعطيني كل واحد درجة سيليسية. طبعا هنا لو نرجع على ليش ضربه بالمية، مع العلم هو هنا ليحوله إلى سيليزي، فهنا لأن عندنا إحنا 10 ملي فولت، فحتى نحول من نضربه في مية، حتى نحول من الملي فولت إلى الفولت، فهنا ضربه في مية لأن إحنا عندنا 10 ملي فولت. نجي بعدها إلى البن الثالث اللي هو الجراوند. هذا ترتيب البنات، شوفوا اللي هو يكون من الجهة العدلة هاي. بالبداية راح يكون بي اس سبلاي فولتج اللي راح أجهزه، واللي تكون بين 34 فولت، بالإضافة إلى هنا طبعا دي سي وليس اي سي. هنا بن الفولت في اوت اوتبوت اللي هو يعني معناته راح يدخل للأردوينو القيم اللي هي تكون 10 ملي فولت لكل درجة واحد درجة سيليزي، بالإضافة إلى البن الثالث اللي هو الجراوند. هنا الكونكت مالته، هنا الفي اس طبعا، هنا في اوت، عفوا هنا راح تكون الفي اوت اللي هي نقصد بيها الفي اوت اللي هي 5 فولت، أنا عكستها الفي اوت اللي هي 5 فولت، أما الفي اس اللي هي هاي اللي هي راح تكون راح نربطها للانبوت بن، وليس يعني نعكس فقط هاي، هنا راح تكون الخمسة وهنا راح تكون اللي هي الانبوت بن. هنا عندنا النوع الثاني اللي هو Digital Humidity and Temperature Sensor اللي هو حساس، من خلاله راح نتحسس درجة الحرارة بالإضافة إلى الرطوبة، اللي هو DHT11 واللي هو يكون Digital Input وليس Analog. القبل LM35 هو كان Analog Input، أما هذا راح يكون Digital Input. راح نأخذ نبذة عنه، طبعا هو يكون سعره رخيص بالنسبة إلى أنه يدمج اثنين اللي هو Temperature and Humidity Sensor، يعني حساس هو من خلال راح نقيس الرطوبة ودرجة الحرارة. طبعا يكون هو basic بسيط، بالإضافة إلى أنه راح يكون slow، راح يكون بطيء عمله، بالإضافة إلى أنه DHT قلنا يتكون من اثنين سنسرات موجودة بداخله. لو نجي نفتح السنسر موجودة بداخله نشوف اللي هي capacitive humidity sensor اللي هو حساس الرطوبة، بالإضافة إلى thermistor، thermistor اللي من خلاله راح نقيس درجة الحرارة. إذا بداخله راح بداخل هذا DHT sensor موجودة نوع من الحساسات اللي هو capacitive humidity sensor بالإضافة إلى thermistor. هنا أيضا يحتوي اللي هو chip، نقصد به اللي هو DHT chip، يحتوي analog to digital conversion. هنا يحتوي على بداخله اللي هو التحويل من analog to digital conversion، واللي هي راح يحول لي الديجيتال analog إلى digital. طبعا هو راح يكون بداخله التحويل بداخل ال DHT راح يصير هذا التحويل اللي هو راح يحول ال analog إلى digital بالنسبة لدرجة الحرارة والرطوبة. طبعا هنا راح يكون طبعا القراءة، بما أنه راح يكون بداخله اللي هي التحويل من ال analog to digital، هسه راح نشوف انه بداخله شلون راح يعمل هذا الدي اتش دي وشلون راح يقرا الاشاره. فبما انه راح يحول الاشاره من الانالوج الى ديجيتال كونفرجن مباشره قبل ما تدخل الاردوينو، فراح ايضا راح تكون القراءه بالنسبه للمايكرو كنترولر سهله. العمل مال الدي اتش دي هنا نفس الشيء، بس راح نشوف اللي هو شكل الـ DHT sensor.
اللي هو يكون بهذا الشكل. طبعا هذا اكو هنا عندنا نوعين من الدي اتش دي اللي هو هاي نوعين سنرجع عليها اللي هو دي اتش دي 11 ودي اتش دي 22. هسه احنا ايش راح نشوف؟ بدنا نشوف انه دي اتش دي 11 هذا الشكل مالته. طبعا هو نفس الشكل بالنسبه الى دي اتش دي 22 نفس الشكل، ولكن الاختلاف فقط انه بين مثلا مدى قياس الرطوبه ومدى قياس درجه الحراره، فيكون بهذا الشيء راح يكون اللي هو دي اتش دي 22 اكثر دقه. اما هذا اللي قدام مثلا نشوفه اللي هو دي اتش دي 11 يتكون طبعا يتكون من اربع بن اللي هي من خلالها اللي هي السيجنال بالاضافه الى الجراوند بالاضافه الى الفولتيه اللي هي 5 فولت. هنا نشوف انه هذا الشكل الاول اللي هو راح يكون هذا موديول، بالاضافه الى انه هذا الشكل راح يكون ما موجود على موديول، نقدر نربطه مباشره الى البريد بورد. طبعا هذا الشكل يكون افضل ويكون اسهل بالاستخدام. نبدي نشوف انه اساسيات عمل الدي اتش تي سنسر. هنا هاي الاساسيات العمل راح نشوفها انه نشوف مخطط يوصف لنا ارسال البيانات بروتوكول ارسال البيانات بين النود ام سي يو، عفوا ارسال بيانات بين الام سي يو اند الدي اتش تي 11 سنسر اللي هو بين المايكرو كنترولر واللي هو الحساس الحرارة والرطوبة. هنا بالبداية طبعا لو نجي على المخطط أفضل، هنا نشوف هذا المخطط مع الإرسال الإشارة بين النود ام بين الام سي يو اللي هو المايكرو كنترولر والدي اتش تي 11. بالبداية هذا اللون الأحمر نقصد به ام سي يو سيجنال. هنا بالبداية راح يرسل أثناء ما أشغل أحمل الكود وأبدي أشغل الأردوينو، راح بالبداية راح يرسل الأردوينو طبعا من خلال اللي هو البن اللي رابطه على الدي اتش تي، راح يرسل إشارة، راح يرسل إشارة المايكرو كنترولر اللي هي تكون مالتها التايم 18 ملي سكند لو، بالإضافة إلى من 20 إلى 40 مايكرو سكند هاي، من هاي اللي هي الإشارة، هاي اللي هي الستارت سيجنال. هاي من راح ترسل؟ ترسل من المايكرو كنترولر إلى الدي اتش تي. طبعا هنا البن اللي راح يرسل لي هاي الإشارة راح يكون هنا بهاي الحالة راح يكون أوتبوت، لأنه راح يرسل من اللي هو راح يرسل من مثلا من المايكرو كنترول او الاردوينو الى الحساس اللي هو الدي اتش تي. بعد ما يرسل المايكرو كنترول هاي الستارت سيجنال راح يسوي له الدي اتش تي 11 ريسبونس، راح يدز له ريسبونس سيجنال اشاره يرد عليه على الاشاره الستارت اللي رسلها النود ام سي يو، واللي هي تكون بهذا المدى راح تكون 80 مايكرو سكند، 80 مايكرو سكند لو و 80 مايكرو سكند اللي هي تكون هاي. بهاي الحالة من يرسل الريسبونس سيجنال دي اتش تي الى الام سي يو، راح بهاي الحالة البن ايش راح يصير؟ يحتاج انه يتحول الى انبوت بن. هنا راح يتحول من كان اللي هو اوتبوت بورت، تحول من الاوتبوت بورت الى الانبوت بورت لانه هنا استلم response signal، فيحتاج انه يتحول الى input. بعد ما استلم المايكرو كنترولر هاي الاشارة اللي هي response signal راح يبدي بعدها الحساس الحرارة يبدي يرسل الداتا واللي هي تكون digital بين صفر وواحد. طبعا هاي القيم مال الديجيتال هنا نشوف يبدي يرسل صفر وواحد اللي هي نقصد بيها داتا ترانسفير، داتا ترانسفير راح يبدي يرسلها الدي اتش تي سنسر. فاذا هاي الطريقة اللي راح يبدي يقوم يشتغل بيها اللي هو الدي اتش تي سنسر مع المايكرو كنترولر.
فشوف انه صار تحويل اللي هي من الانالوج للديجيتال. هنا عندنا نوعين اللي هي DHT sensor type، راح نقراها هنا افضل على هذا الجدول، هي نفسها بالشرح. الفرق بيناتهم عندنا قلنا هاي النوعين اللي هي DHT 11 DHT 22. نجي نشوف الفروقات بالنسبة لاثنيناتهم. بالبداية temperature range، المدى راح يقيس بها درجة الحرارة. بالنسبة لل DHT 11 راح تكون بين 0 و50 درجة سيليزية، أما نشوف بالنسبة لل DHT 22 لا، راح تكون من -40 إلى 125. إذا المدى ما درجة الحرارة راح تكون أعلى من 22. أما نشوف بالنسبة للأكيورسي، بالنسبة لل 11 اللي هي تكون بين موجب -2 درجة سيليزية، أما بالنسبة لل 22 يكون أفضل طبعا وتكون أقل، اللي هي بين 0.5 -موجب 0.5. إذا بهاي الحالة عندنا DHT 22. نجي بالنسبة للهيوميديتي رينج، المدى اللي راح يقيس بيها الرطوبة راح تكون بالنسبة لل DHT 11 من 20 إلى 80%، والأكيورسي بين -موجب 5%. أما بالنسبة لل 22 راح يكون أيضا المدى أعلى، واللي هي بين 0 و100 درجة سيليزية، وتكون الأكيورسي بين 2 إلى 5%. هنا عندنا sampling rate، راح يكون هنا عندنا 1 هرتز، راح يعني 1 reading every second، راح يقرأ قراية وحدة كل 1 second. أما 0.5 هرتز راح يقرأ قراءة وحدة كل 2 second، يعني هذا ال DHT راح يكون أسرع. هنا بالنسبة هاي للبادي سايز، طبعا هاي قياس بالنسبة للشكل مال قياس الكومب اللي هو الموديول DHT، هنا راح تكون هاي قياسه. بالإضافة إلى الأوبريتنج فولتج، هنا راح نشوفه إنه الأوبريتنج فولتج اللي راح يشتغل بيها اللي هو DHT 11 راح تروح تتراوح بين 3 إلى 5 فولت، ونفس الشيء بالنسبة DHT 22. هنا الماكس كارنت during measuring، التيار أعلى تيار يوصل له اللي هو يحتاج إلى 2.5 ملي أمبير، ونفس الشيء بالنسبة DHT 22. هنا نشوف انه اللي هو افضل بالنسبة للرينج بالنسبة للتمبريتشر والهيوميديتي يوصل اللي هو 22، افضل من DHT 11. طبعا هو الاختيار راح يكون حسب العمل وحسب مدى درجة الحرارة اللي نحتاج نقيسه، وبالنسبة ايضا للرطوبة. نجي للكومبوننت الثالث اللي هو DHT DC فان. الدي سي فان اللي هي هنا نقصد بها اللي هي كمبيوتر فان، طبعا هاي نشوفها موجودة بداخل الكيسات، هاي درجة اللي هي الفان. نفتح الكيس مالت الحاسبة راح نلقى هاي نفس هاي الفان موجودة بداخله، واللي هنا هاي الفان شو تكون؟ انالوج اوتبوت. ناخذ نبذة عنها. الكمبيوتر فان هي اي فان تكون موجودة بداخل أو متصلة بالكمبيوتر كيس، طبعا تستخدم حتى تسوي تبدي إنه تحرك الهواء اللي هو بداخل الكيس، وتبدي تطلعه خارج الكيس حتى تحافظ على درجة حرارة الكومبوننت وتقلل من الحرارة الموجودة بالداخل. طبعا هي قلنا موجودة تكون موجودة مع اللي هي قطعة من الألميون اللي نسميها هيت سينك. طبعا هو يعني كله احنا نسميناه بالبداية اللي هي راح نرجع له، اللي هو هذا اللي شرحناه اللي هو سميناه هيت سينك اند فان، واللي اعطيناه اختصار اللي هو HSF. نجي نكمل بالنسبة للدي سي فان، قلنا هو اللي موجود بداخل الكيس. طبعا احيانا يشتغل على الفولتية اللي هي تكون 12 فولت دي سي، هاي تشتغل على 12 فولت دي سي. راح نشوف هسه شلون راح نربطها ويا الاردوينو، بما انه يحتاج فولتية اعلى من الفولتية اللي يجهزها الاردوينو.
بالنسبة هسه للربط دي سي فان ويا الأردوينو، بما أنه تحتاج الفان تحتاج إلى 12 فولت، طبعا الأردوينو كانت سبلاي 12 فولت، ما يقدر يجهز لي 12 فولت، أكثر شيء يجهزه هو 5 فولت. لذلك نحتاج أنه نربط هاي الفان ويا من؟ ويا البي ان بي ترانزستور، او نربطها ويا الان بي ان بي ان ترانزستور، او الان بي ان نربطها ترانزستور. طبعا هنا راح نستعمل احنا الان بي ان ترانزستور، ايضا راح نربطها ك راح يكون هذا الان بي ان عبارة عن سويتش، لان احنا الترانزستور اما يكون امبليفاير او نقدر نستعمله كسويتش، فهنا راح نستعمله كسويتش. وبهذا الشيء ايش راح يصير؟ راح نتحكم بالفان من خلال انه سمول فولتج نجهز من خلال فولتية قليلة نجهزها للترانزستور بواسطة الاردوينو. اذا معناته انه راح نستعمل اللي هو الترانزستور البيس، وين راح تربط؟ تربط بال هنا عندنا بالاردوينو. اذا من خلال فولتية اللي هي فولتية قليلة راح أجهزها للبيس، راح نربط هنا راح يكون الفان. إذا من خلال من أجهزها للبيس راح يبدي تسمح لي البيس إنه أمرر الفولتية من الكولكتر للإيميتر، وراح يبدي الفان تبدي تعمل. طبعا الفان هو نفس الربط اللي ربطناه الدي سي فان، عفوا الربط اللي ربطناه الدي سي موتور ويا الترانزستور، لان اصلا هي الدي سي فان هي شنو؟ عبارة عن موتور موجودة عليها مروحة حتى تدور. فاذا نفس الربط اللي اخذته واللي شرحناه بالتجربة الثالثة اللي هو دي سي موتور، من ربطناه بالبداية قبل الدرايفر ربطناه ويا الترانزستور وشرحنا شلون نربطه، هو هنا نفس الربط، ولكن فقط نحط بدل اللي هو الموتور راح يصير فان. هسه هم تشوفون هسه هذا الربط، شوفوه هو نفسه، وقلنا احنا ليش استعملنا مع الموتور وقتها، ليش ربطنا دايود بصورة عكسية؟ لانه قلنا انه هنا اللي هو الموتور موجودة بداخل ملفات، وتبقى اثناء من تشيل الفولتية عن الملفات راح تبقى عندنا تيارات دوامة، وهاي التيارات راح ترجع للترانزستور وتأذي الكومبوننت. فلهذا السبب راح نحط دايود حتى يبدي التيارات الدوامة تدور بمكانها وما ترجع إلى الترانزستور وتأذي، وتبدي تحرق الترانزستور وتأذي. أما هنا شوفوا هنا أيضا نفس اللي هو الرمز مالت الموتور بالنسبة للدي سي فان، لأنه قلنا هي عبارة أصلا عن موتور. فهذا الربط اللي راح يصير بالنسبة للفان مع الأردوينو، واللي قلنا احنا ما يصير نربطه بصورة مباشرة مع الاردوينو، لان ما راح يجهز لي ال 12 فولت اللي يحتاجها دي سي فان. هنا ال 12 فولت اللي يحتاجها، وايضا الجراوند راح نبدي نوحده، ايضا هنا هذا بالنسبة للجراوند مات الاردوينو، وهنا ايضا نربط الجراوند، لا تنسون الجراوند مات الجراوند بالنسبة اذا كان باتري او شاحنة اللي هي 12 فولت، يعني هنا هذا الموجب والسالب وين راح يجي؟ هنا راح يكون موحد بين البطارية والجراوند والجراوند مالت الأردوينو. المكونات اللي راح نستعملها بداخل التجربة اللي هي قلنا احنا راح نستعمل MBN نفسه اللي استعملناه قبل. بالبداية طبعا راح ناخذ الأردوينو اونو، بعدها راح نستعمل اللي هو 2N222 MBN ترانزستور، كمبيوتر فان، بريد بورد، جمبر وايرز LM35 بالإضافة إلى DHT سنسر، واللي هو إحنا راح نستعمل النوع اللي هو DHT11. راح نبدأ بالبروسيجر. بالبداية راح نبدأ نقيس، فقط نقيس اللي هي القراءة مالت LM35، وراح نعرضها على السيريال مونيتور. الربط مال LM35 مثل ما شرحنا
انه يتكون من 3 pins اللي هي البي سي سي والجراوند والبن. بالوسط راح تكون اللي هي البن اي نوت راح نربطها بالانالوج، بالإضافة إلى أنه هنا عندنا اللي هي الخمسة فولت والجراوند، هاي الخمسة فولت وهاي الجراوند، هنا عندنا اللي هي الأنالوج بن. راح نبدي بالكود. بالبداية راح نعرف متغيرات اللي هي راح نعطيها القيم، عفوا التايب، الداتا تايب اللي هي فلوت بالنسبة للتمبريتشر و تي ام بي، وراح نشوف شلون نستفاد من هاي ال variables، بس احنا راح نستعملها تكون float حتى تكون قيمها عالية، واحنا من نقيس درجة الحرارة راح تكون قيم عشرية وليس فقط integer، فنحتاج انه نستخدم النوع اللي هو float. بالاضافة الى هنا عندنا راح نعرف متغير اللي هو read value اللي راح نقرأ بالقيم مالت راح نقراها من الحساس، ولكن هنا راح نبدي نحول القيم اللي هي الانالوج الى ديجيتال، لان هنا LM35 هنا اول بارت اللي هو نقرأ قلنا read the values of LM35. هنا راح نبدي نخزن القيم بداخل read value. اما بالنسبة هنا عندنا المتغير اللي هو هنا SEN LM35 اللي هو راح يخزن A0 اللي هو نقصد البورت اللي راح نربط عليه الحساس. بعدها نروح على السيت اب اللي هي راح نقرأ نسوي initialize للسيريال مونيتور واللي تكون الباوند ريت مالته اللي هو 9600. بعدها راح اروح على الفويد لوب. بالبداية راح نقرأ قيمة الحساس من خلال الانالوج ريد ونحط بداخله اللي هو البورت اللي هو A0. بعدها راح نسوي طباعة قيمة الحساس اللي قريناها. بعدها راح نبدي نحول، قلنا احنا نحتاج انه نحول القيمة من انالوج الى ديجيتال، يعني نحتاج نحول من 1023 الى 5 فولت. فبالبداية راح حتى نحول القيمة من 1023 إلى 5 راح نستخدم المعادلة اللي هي الفولتية اللي قريناها نضربها في 5 على 1023. بعدها راح نضرب اللي هو درجة الحرارة، هنا القيمة اللي أخذناها راح نضربها في 100 حتى نحول، لأنه درجة الحرارة قلنا شنو راح يقراها، راح يقراها بكل 10 ملي فولت. ايش راح يقرأ 1 درجة سيليسي، فاحنا ما نريدها ملي فولت وانما نريدها بالفولت، فنضربها في 100 حتى نسوي تحويل. بعدها راح نطبع اللي هو سيريال برنت، من خلال سيريال برنت راح نطبع الكلمة اللي هي temperature، وقربها راح نطبع اللي هي قيمة التي ام بي اللي طلعناها من المعادلة، وراح نشوف القيم اللي هي تتراوح بين الصفر والخمسة فولت. هذا كله بالنسبة للكود اللي يخص قراءة قيم الاي ال ام 35، مجرد فقط نشوف القيم مالته وراح نطبعها على السيريال مونيتور. نجي بعدها على البارت الثاني اللي هو heat control systems by using LM35. هنا راح نربط ال LM35 مع اللي هي الفان دي سي فان، ومن خلالها راح نكون اللي هو نقصد ب heat control system الموجود بداخل داخل الكيس مالت الحاسب. طبعا هنا نحتاج اول شيء حتى نقيس درجة الحرارة، واللي من خلال يعني بعد ما يوصل الى درجة حرارة معينة راح تبدي الفان تعمل، واثناء ما تبدي درجة الحرارة تقل راح الفان تنغلق. طبعا هنا نشوف انه الربط مال الفان قلنا شبيه بالدي سي موتور، هذا الترانزستور بالوسط راح نربط اللي هو البيس، راح نربط مقاومة، وبعدها راح نربطها باللي هو بالبي دبليو ام
هنا ليش ربطنا بالبيديا باليوم البيس؟ قلنا حتى نتحكم بالسرعة مات الموتور. فإذا هو هنا أنا حتى أتحكم بالسرعة مات الفاني راح تعمل ميها حتى أربطه يعني أربطه مع البي دبليو ان. بعدها راح نربط اللي هو هنا عندنا اللي هو الإيميتر راح نربطه مع اللي هو الجراوند. شوفوا هنا إنه ربط مع الجراوند، بالإضافة إلى هنا أيضا ربطنا الجراوند مات الأردوينو مع اللي هو الجراوند مات البطارية. بعدها راح نربط اللي هو الكولكتر، راح نربط الفان بالكولكتر. نجي بعدها راح نربط اللي هو جزء مات الموجب مات الفان، راح نربطه بمن هنا هذا الموجب مات الفان، وهذا راح نربط الجزء الآخر نربطه بالكولكتر. الجزء الآخر مال الكولكتر عفوا مات الفان راح نربطه بالبطارية. نجي بعدها إلى اللي هو LM35 راح نربط اللي هو الجزء الأحمر نقصد فيه اللي 5 فولت، والجزء الأسود هذا الواير الأسود اللي هو الجراوند. بعدها هذا الواير البرتقالي اللي هو اللي هو البن الأنالوج بورت الأنالوج اللي هي A0 واللي هو يكون انبوت. نجي بعدها للكود، هذا عندنا هنا بالبداية راح نفس البداية اللي هي استخدمناها بالبرنامج السابق، بس راح نضيف عليه بالبداية نفس المتغيرات اللي من خلالها غيرنا من الانالوج للديجيتال من 1023 الى 5 فولت، هاي المتغيرات نفسها. بعدها ايضا المتغير اللي هو ريد فاليو قرينا به قراءة ال LM35، وايضا المتغير اللي خزننا به بورت اللي راح نقرأ من خلال القيم LM35. بعدها راح نضيف اللي هو البورت الخاص بالدي سي فان اللي هو البي دبليو ام واللي هو رقمه اللي هو رقمه 6. بعدها راح اروح الى البورت سيت اب، هنا عندنا السيريال بيجن، قلنا بالبدايه نسوي انشالايز للسيريال مونيتور، لان ايضا هنا راح نعرض على السيريال مونيتور القيم، فحتى نشيك اثناء مثلا ما ترتفع درجة الحرارة نشوف انه ايش قد تتوصل القيم مالت ال LM35. هنا اعطينا الباوند ريت اللي هو 9600. بعدها راح نعرف البن مود بالنسبة للدي سي فان اللي هو راح ايش راح يكون اوتبوت. بعدها نروح الى الفويد لوب. الفويد لوب بالبداية ايضا راح نقرا اللي هي من خلال الانالوج ريد، راح نقرا درجة الحرارة راح يعطيني اياها القيم راح يعطيها LM35. بعدها راح نبدي نحول نفس الكود السابق هذا اللي شرحناه، راح نبدي نحول من 1023 الى 5 فولت من خلال انه هاي المعادلة اللي هو ريد فاليو قريناها نضربها في 5 على 1023. بعدها راح نضربها في 100 لانه قلنا احنا ما نريدها بالملي فولت وانما نريدها بالفولت. بعدها راح نبدي نشيك إذا كانت درجة الحرارة أكثر من 33 راح يبدي يشغل لي الأنالوج يشغل الفان بسرعة 255 من خلال قلنا نستعمل اللي هي الفاكشن اللي هي أنالوج رايت، ونحط بداخل هالدي سي فان نقصد بي البن مربوط عليه الفان بالإضافة إلى قيمة البي دبليو ان. بعدها إذا كانت نشيك بعدها إذا ما كانت 33 راح يبدي يشيك، إذا كانت أكبر أو يساوي 27 راح يبدي هنا راح يبدي يقلل من سرعة الموتور، لأن هنا بدأت درجة الحرارة راح تقل، فإذا يبدي شوية شوية يقلل من سرعة الفان، فهنا راح يقللها البي دبليو ام إلى 150. أما إذا كانت أكبر أو يساوي 23 راح تبدي الفان البي دبليو ام قللناها إلى 100. إذا غير هاي القيم راح يعني راح تكون أقل راح يخلي لي الأنالوج رايت أنالوج رايت دي سي فان راح تكون البي دبليو أم مالتها 30. فهنا راح نبدي يشيك على درجات الحرارة، إذا كانت 33 27 أو 23 يعني يبدي يقلل بالبي دبليو أم يقلل من سرعة الدي سي فان شوية شوية حسب درجة الحرارة. وبعدها راح نطبع درجة الحرارة قلنا على السيريال مونيتور. هنا بس ملاحظة الفان تيرن اون وين ذا سامبلز ات ليست 50،
يعني هنا درجة الفان عندنا راح تبدي تشتغل في حالة إذا كان أقل شيء 50 نطيها، يعني هنا 30 ما راح تشتغل، أما إذا كانت أقل شيء من 50 فما فوق راح تبدي الفان تعمل. طبعا هاي مجربتها أني عملية، لطيت هاي الملاحظة جربتها إنه طيت أقل من 50 ما اشتغلت الفان، طيت أقل شيء 50 يلا بدأت الفان تعمل، يعني هنا 30 ما راح تعمل الفان. طبعا هذا خلي نشوف الفيديو اللي هو خاص بتنفيذ هذا الكود. وبعد ما شفتوا الفيديو خلني نكمل الجزء الثالث مال التجربة. الجزء الثالث راح ناخذه اللي هو read the values of DHT. DHT 11 راح ناخذ، راح ايضا بالبداية راح نقرأ الفاليو اللي هي خاصة بالDHT 11. طبعا الDHT 11 راح من تاخذوه راح يتكون من 4 بنز، تشوفوها 4. هذا البن الثاني راح يكون غير not required، يعني دائما تشوفون الداتا شيت لو تفتحوها مكتوب على هذا البن الثاني not required، هو بالصناعة يعني تم يصنعوه هذا البن غير مطلوب، يعني هو موجود بس ما نستعمله فيكون not required. بالنسبة للبنات البن اللي جنبه راح يكون اللي هو راح نربطه بالجراوند، هذا راح يربط بالجراوند. أما البن اللي بالأخير هذا الأحمر اللي هو وين راح يربط؟ راح يربط بالخمسة فولت. أما بين هذا بالوسط اللي هو الواير مالته برتقالي راح نربطه بالبداية إلى مقاومة اللي هي تكون 5 كيلو أو 10 كيلو نانا، والجزء الآخر وين راح يربط بال اللي هو 5 فولت. هاي طريقة ربط اللي هو بالنسبة للدي اتش تي 11، هاي طريقة ثابتة اللي هو الجزء اللي هذا الواير الأسود راح يكون الجراوند، أما الواير الأحمر راح يكون اللي هو 5 فولت، أما الواير البرتقالي اللي هو نقصد بالديجيتال بن واللي هو يكون أونبوت نربطه مع مقاومة 5 كيلو، والجزء الآخر 5 و10 كيلو يوصل، والجزء الآخر اللي هو نربطه بال اللي هو 5 فولت هو البي سي سي. نجي على الكود. طبعاً بالبداية نحتاج إنه نحمل اللايبراري، وتتعرفون شلون تحملون اللايبراري بالنسبة للأردوينو آي دي. بداية راح نحمل اللايبراري اللي هي الخاصة بالدي اتش تي دوت 11، دي اتش تي 11 اللي هي من خلالها حتى نقدر نستعمل الفاكشنات الخاصة بهذا الحساس. بالبداية راح نسوي لها انكلود هاي اللايبراري، انكلود دي اتش تي دوت اتش. بعدها راح نسوي نعرف الداتا تايب راح نستعمل اللي هي هو النوع اللي هو ديفاين، هذا نفس الشيء في حالة مثلا إذا عرفنا نريد نعرف انتجر أو فلوت، هاي نفس الشيء بالنسبة يعني نفس الفكرة إنه هنا بس راح نحط هاش ديفاين. هنا راح نعرف اللي هو دي اتش تي بن اللي هو يكون رقمه 2. هنا البن هنا المفروض طبعا هنا رابطي وين احنا بال 12 احنا معرفين المفروض يكون مربوط هنا.
هذا يكون هذا عفوا هنا يعني خطأ اكو بين الكود والربط. هنا راح يكون مفروض هذا تروح السيجنال الى 2 حسب الكود، او تحولون يعني او تحولون بالعكس الكود الى هنا 12. هاش ديفاين اللي هو دي اتش تايب، طبعا هذا الفاريبل دي اتش تي 11. قلنا الهاش ديفاين هاي لا تنسون اللي هو يعني شبيهة بالفلوت والانتجر والدبل وغيرها، هاي ايضا نوع من الداتا تايب. طبعا هنا دي اتش تي تايب اللي هي دي اتش تي 11، هنا عرفنا التايب اللي هو دي اتش تي 11. هنا راح نعرف اللي هو الاوبجكت الخاص بالدي اتش تي دي اتش تي لايبراري اللي هو اعطيناه اسم دي اتش تي او اي اسم تريدون. داخل هاي داخل هذا الاوبجكت اللي عرفناه راح ندخل بداخله اللي هو البن والتايب اللي استعملناه. احنا عرفنا فوق اللي هو بداخل الفاريبل اللي هو دي اتش تي بن، عرفنا البن اللي راح يربط عليه دي اتش تي 11 وحطيناه بداخل هنا عندنا الاوبجكت، عرفنا يعني حطينا الفاريبل اللي هو دي اتش تي بن. اما المتغير الثاني اللي يحتاجه اللي هو دي اتش تي تايب واللي احنا دخلناه بداخل الفاريبل اللي هو دي اتش تي تايب. هذا بالنسبة لللايبراري بالبداية، هاي تكون ثابتة ولازم نعرف التايب والبن. طبعا تقدرون مباشرة هنا تكتبون البن اللي هو 2 وهنا التايب اللي هي اتش تي 11 مباشرة بدون متغيرات. بعدها راح نعرف متغيرين اللي هي من خلالها راح نقرأ الهيوميديتي والتمبريتشر، وهنا راح نستعمل اللي هي الفلوت حتى تكون القراءة أكثر دقة. بعدها راح أروح على السيت أب، السيت أب أيضا سيريال دوت بيكن اللي من خلالها نعرف الباوندريت حتى لأنه راح نطبع القراءة راح نقراها ونعرضها على السيريال مونيتر. بعدها دي اتش تي دوت بيكن أيضا نحتاج إنه نسوي انيشاليز للايبراري الخاصة بالدي اتش تي. بعدها راح أروح على الفويد لوب، الفويد لوب من خلال راح نستعمل الفاكشنات الخاصة بالدي اتش تي واللي هي بالبداية راح نقرأ الهيوميديتي، راح نقرأ الرطوبة وراح نخزنها بالمتغير اللي هو H من خلال استخدام الفاكشن اللي هي read humidity. أما بالنسبة للتمبريتشر راح نخزنها بالمتغير اللي هو T واللي نقرأها من خلال read temperature. طبعا هاي الفاكشنات خاصة فقط بالDHT يعني باللايبراري مال DHT sensor. بعدها راح نبدي نطبع اللي هي humidity والتمبريتشر. هذا بالنسبة للكود اللي من خلاله راح نقرأ قيم الهيوميديتي والتمبريتشر الخاصة بالدي اتش تي. بعدها راح نفس الربط مات الفان اللي هي ويا الترانزستور، ولكن هنا بدل ما راح نستعمل ال LM35 راح نستعمل اللي هو الدي اتش تي. طبعا هذا نفس اللي شرحناه مات الربط بالنسبة للدي سي فان مع الترانزستور، وايضا نفس الربط اللي هو الخاص بالربط مات اللي هو الدي اتش تي 11. هذا الكود نفس البدايه اللي احنا شرحناها، هاي كلها نفسها. عرفنا الداتا تايب عفوا الدي اتش تي تايب والدي اتش تي بن، وبالنسبه للمتغيرات اللي هي الاتش والتي فقط ضفنا اللي هو المتغير دي سي فان واللي مربوط على البن اللي هو 6 واللي هو يكون بي دبليو ان. ايضا عرفنا ضفنا للسيت اب فقط اللي هو البن مود الخاص بالدي سي فان واللي هو شي يكون قلنا اوتبوت. بعدها ايضا راح نقرا اللي هي الدي الاتش والتي، الاتش والتي المتغيرات اللي خزننا بيها الهيوميديتي والتمبريتشر اللي قريناها من خلال ريد هيوميديتي وريد تمبريتشر، هاي نفسها اللي احنا شرحناها بالكود القبل. فقط هنا راح نضيف على الكود السابق انه نبدي نشيك اذا كانت درجة الحرارة اللي قاست دي اتش تي اقل او يساوي 27 بالإضافة إلى أنه humidity أيضا تكون أكبر أو يساوي 30 فيبدي يشغل يبدي هنا تكون الفان مطفية يطفي الفان. أما غير هذا الشيء راح يبدي يشغل الفان ولتكون ال PWM مالتها 125. هذا كل اللي يخص بالنسبة للكود اللي من خلاله تحكمنا بالدي سي فان عن طريق الـ DHT 11.
ووصلنا إلى نهاية التجربة السادسة اللي من خلالها أخذنا كيفية إنه نعمل كنترول هيت كنترول سيستم باستخدام النوعين التمبريتشر تمبريتشر سنسر اللي هي الدي اتش تي والال ام 35 بالإضافة إلى أنه كيفية استخدام وربط الدي سي فان مع الترانسستر. وصلنا إلى نهاية التجربة. مع السلامة.